اخويا خدام عيش بخير وعلى خير الحمد لله. خدام خصني تا خير ديك الساعه اللي قبل كاع ما نتزوج خدام، انا كنت خدام على والديا، انا اللي كنجيب ليهم، انا اللي مقابلهم، انا كلشي. 2017 تزوجت وشات القضيه مزيانه، غادي خدامه خصني حتى شي حاجه، كلشي موفر عندي، عندي كليان ديالي، عندي الناس معهم كنخدم. ملي ما تيكونش الكلمه تعيطو لي الكليان، كاين الناس الدراري صحابي كيعيطو لي نمشي نخدم معاهم، ما عمري كاع جلست. وملي تزوجت بقات الحياه غاديه مزيانه، العام الاول العام الثاني كانت المعامله مزيانه بينك، كانت المعامله مزيانه. العام الاخير حلت تمايا، كلشي تبدل، عاودت لي قبيله، قعدت انا اللي تكرفصت، انا اللي قعدت مع الناس تمايا، وقفت تا قبل هذاك الشيء، تا قد كلشي، قد شغلهم كاع، فين ما كانت شي حاجه موسخه قديتها، كاع فين ما كانت شي حاجه عاوجه صوبتها، تا قد كلشي ديالهم. نهار مرضت ندر العينيه، بعت الموتور ديالي، الموتور ديالي دير جوج المليون، بعتو بكار تمام، وكنصير منو باش ما نقولش شي واحد عطيني. ومن نهار صوبو ما حلوهم، ما قدتش نهار مرضو ليا عينيه، بدا المرض من هاد العين هادي، قلت واقيلا غير الغبره ولا شي حاجه، بقيت غادي حتى مشات ليا هاد العين اليسريه. صافي بقيت قاعد في الدار وطلبت بالله سبحانه وتعالى. انا بدي مشيت للطبيب، واحد النبا الاول اللي سابق كنشوف دويست، خرج ليا نظاظر ما خدموش ليا. عاود ثاني مشيت عند الطبيب ما مشاتش معايا، مشيت بوحدي، هي الناس اللي محسنين اللي تلقاو معايا اللي طلعوني عند الطبيب. الطبيب عمل لقيتو ونزلت في حاجه ثاني، وجابوا لي المحسنين حتى للدار هنايا، للدار عندنا. ونس سويتر ما جات لعندي، ما طلعت عليا ما والو. صافي تما جاتني ديك الورقه ديال الشقاق، جا السيد جابها لي، لقاني قاعد باب الدريبه. جات الوالده مع قالت لي راهو فين، قالت لها ما تيشوف كاع، جات دار عندي مسكين. ايوا عطاني ديك الورقه، قال لي على اللي مرض كانوا الناس للزنقه. قلت له هادشي اللي عطا الله. ايوا خويا ديت كانت الهوندات اللي ديت من هنا ديال الحوايج. نهار جيت بسروال وقميج، ونهار تقايت لكارت ناسيونال، مشى الولد بيجيب ليها العقد، وجمعو لي شي حوايج في واحد الشاكوش، وعطاوهم لي رماو ليه وزادو. ومشات الوالدة هي وهي تاني واحد السيدة، تنقول حنا خالتي الله يجزاها بخير، مشاو لعندهم. ملي عرفت أمهم بدات تجي الوالدة عندها تخبات، ونزلت لها واحد 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 بنتها كاينة الفوق، قال لهم هذاك الراجل ما جاب والو، ما عنده والو، ما كيتسرى والو، وجا مساكن في حالتهم. ايوا خويا الزواج، عرفتي الانسان الزواج من الزواج ديال الناس. ملي كنت بوحدها انا كنت كنخرج مع الصباح، كنسد كنمشي للخدمه، ما كنجي حتى للعشيه، ما عمرني طلعت، ما عمرني عرفت. لان الا بغيت تعرف داك الشيء خصك تقعد تجلس، مرة ماتت دوي، ماتت تتكلم، ما عرفتش مريضة ولا ما عرفتش بها، ماشي اجتماعية. والعلاقة اللي كانت بيني وبينها كانت مزيانة، ثلاث سنين، العام الأول العام الثاني مزيانة، العام اللي تحولت لتمايا تغيرت. إي لا، تا بديت تنمرض، غوات و دابا اللي بغيت دير شي حاجه كتير بالانفعال بنيت وقفت مع البنيه تكمل البنيه ديالو، جا القبص وقفت مع تكمل القبص ديالو، جا جليج وقفت مع تكمل الجليج ديالو، مشيت عند سميتو تشريت تتبنى داك التحت، دابا الدار مبنيه. دابا كاين واحد التحت كولا بحال كنتي تخدم الدار عندنا هكا، الدار عندنا ديالنا هكا بقات خاويه، تقول لهم كراج، تتبنى داك الشيء، تتصوب، تتفينا. انا عطيت وما عطاو، انا عطيت شويه وما عطاو،
ما عليناش بقيت مع الخدمه تكمل داك الشيء سميتو كلشي كملناه. بقات الصباغه مشيت تقديتها من جيبي انايا فلوسي جبتها كنخدم تنجي من الخدمه تنجي مع الخمسه كنخدم حتى ل 10 11 حتى ل 12 كنعس الصباح حتى كنفيق كنمشي تاني لخدمتي كنجي نفس ثاني نفس المشكل تكمل داك الشيء. بقاو لي الحوايج كملت مع داك السيد كملت مع العقدة ديال الرهن شديت الكاميو شديت الخدامة وجبت حوايجي وسكنت تمايا تما تما ملي بداني ملي بداني المرض صافي بداني المرض صافي تعيطوا ليا كاع تعيط لي شي واحد بلا ديال در النعمير ما قدرت نخدمش باقي بقى عندي الموتور بعتو بقيت نصير منو تتقادو الفلوس. نهار قلت لك مشيت للسبيطار ما مشيتش معايا من السبيطار من عند يربع مع عند الطبيب جيت لهنايا في حالة اللي درنا هنايا اليومين هادي انا خرجت لعند الطبيب ما مشيتش معايا ما بقاش رجعت انا عندهم علاش جيت في حالتي لان ما تنشوف ما بقاش اللي يمشي معايا اللي يشد لي بيديا راه غير باش تشد لي بيديا وتمشي عند تمشي معايا عند الطبيب وتعرف الحاله ديالتي شنو هي وتوقف معايا وتردني في حالتي. انا المحسن اللي جابوني هنا للدار عندنا انا ملي جاني المرض اخويا ما بقيت على والو جيت لهنا عند لدارنا كتمشي معايا الوالده واحد السيده الله يجزاها بخير ونعست النوبه الاولى في السبيطار 10 يوم ما جاو عندي ما طلعت عليا ما سولت عليا ونعست النوبه الثانيه ما طلعت عليا ما جات لعندي اش باقي فين باقي بغيت نمشي. حاولت تتصل بها؟ لا ما عمري باقي اتصلت بهم ولا عيطت لهم من ذاك النهار من هذاك النوبه. الحمد لله والشكر لله ايوا الله ياخذ فيهم الحق الله ياخذ فيهم الحق. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.